ليس الخروج الأول للمنتخب الوطني من كأس آسيا، وبالتالي لن يكون الأخير. فالأمر أكبر من مجرد مشاركة باهتة مرت مرور الكرام، أو حتى مسكنات يتم إعطاؤها للمريض لكي يشعر بشيء من التحسن ورفع حالته المعنوية. أنا فهد التميمي، وبكل أسى وكالعادة سأتحدث عن المنتخب الوطني العماني، رغم أني عاهدت نفسي أن لا أتحدث، وكل مرة أنقض عهدي، ربما لأنني أنافق نفسي لكي أرضي غروري المتمثل في آرائي التي دائما تصيب وتدفع البعض لاتهامي بالسلبية. المهم، جهز لك فنجان قهوة أو شاي، وخلينا نعيد ونزيد في قصة المنتخب. وكالعادة، لايك ومشاركة المحتوى، وإذا كانت زيارتك الأولى فالمرجو هو الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. واعذروني على صوتي، وعكة صحية خفيفة. وأيضا في صندوق الوصف رابط لبعض الهيئات والجمعيات الخيرية للتبرع لإخواننا في فلسطين، ولا تنسوهم من دعواتكم الصادقة بأن ينصرهم الله. لا يمكن أن نجلب مدرب ماء من شتى أصقاع الأرض ونطلب منه أن يقدم لنا الوصفة السحرية لبناء منتخب قوي، وفي نفس الوقت نضع حساباتنا الشخصية في الحسبان. من أتى ببرانكو إيفانكوفيتش هو سمسار من عدة سماسرة. لا يزالون يمارسون مهنة من لا مهنة له. لا يهم أن تكون طريقة لعبه لا تناسب العقلية العمانية، المهم العمولة وفهم يا فهيم. وخلينا نتكلم بصريح العبارة، دول البلقان وأيضا وسط آسيا ومعظم دول ما يسمى بالمعسكر الشرقي في الحرب الباردة تعتمد على القوة البدنية والدفاع. وأوضح مثال هو المنتخب الكرواتي، يلعب كرة قدم دفاعية، حصل هجمة يلجأ إلى ركلات الترجيح وهو بارع فيها، وشفنا هذا في مونديال 2018 وأيضا مونديال 2022 في قطر. واللي شاف مباراة الأمس بين منتخب الإمارات وأيضا منتخب طاجيكستان راح يفهم كلامي تمام الفهم. عقلية اللاعب العماني عقلية مهارية هجومية، الكرة العمانية كرة هجومية بالأساس مش كرة دفاعية. فأول حاجة تحطها في بالك أنك تجيب مدرب يتوائم ويواكب هذه العقلية، هذا أول شيء. ثاني شيء، إذا كان مدرب المنتخب الأول من كرواتيا، مدرب منتخب الأولمبي من إسبانيا، المدرب المادري وين للشباب من البرتغال أو ما شابه كمثال، والمدرب منتخب الناشئين من مدرسة أخرى، هذا اختلاف المدارس راح يأثر. الخبير الفني مثلا تجيب اللي مرة تجيب اللي من أستراليا، مرة تجيب اللي من مصر، مرة تجيب اللي من، يا جماعة هذا سمك لبن تمر هندي، ما راح يفيدنا ولا راح يطور كرة القدم العمانية. إذا بديت في مدرسة كمل مع نفس المدرسة، ما يصير. وبعدين إيش مشكلة المدرب الوطني معاكم يا جماعة؟ ما فهمت إيش مشكلة المدرب الوطني لحد الحين. أنا ما قادر أفهم إيش مشكلة المدرب الوطني مع الاتحاد العماني لكرة القدم. معظم إنجازاتنا كانت بيد مدرب وطني. إيش في رشيد جابر؟ إيش في حمد العزاني؟ إيش في بقية المدربين؟ ما عندهم مؤهلات؟ أعتقد أنهم عندهم مؤهلات. آخر إنجاز للكرة العمانية حققه نادي السيب، تحقق على يد مدرب وطني. إذن إيش المشكلة؟ إيش المشكلة إن إحنا نتبنى مدرسة تتوالم وتتناسب مع العقلية العمانية، عقلية اللاعب العماني؟ إيش المشكلة؟ وعلى طار اللاعب العماني، عمان ولادة، معقولة بلد فيها ما يقارب 5 ملايين إنسان ما محصلين ظهير أيمن؟
ونروح نجيب لاعب وسط ونخسر ونخليه يعني موهبة ونخليه يلعب ظهير أيمن وفي بطولة مثل هذه البطولة بهذا الحجم ونخسر يعني سلاح كان مهم اللي هو التسديدات من خارج المرمى؟ هذه غلطة لاعبين، هذه غلطة مدرب. بس قبل لا تكون غلطة مدرب، هذه أيضا غلطة السماسرة. السماسرة اللي جالسين يسوقوا لمدربين منتهي الصلاحية لا يتناسبون مع العقلية العمانية، وفي النهاية يعني نطلب من اللاعبين أكثر من طاقتهم. السماسرة اللي ما دام انه الامور في صالحهم سكتوا وكأن على رؤوسهم طير وكأنهم خشب مسندة يحسبون ان كل صيحة عليهم. هذا السماسرة هم العدو فاحذرهم. يسوقون يعني خلصنا من برانكو، يسوقون لمدرب اخر من نفس المدرسة. ترى مش غلط انك انك تقع في خطأ، بس الغلط انك تكرر نفس الخطأ. وعلى اساس ان نكون منصفين، الناس اللي كانت تطبل وتصفق وينكم الحين؟ وايضا الناس اللي كانت يعني تهاجم لاسباب شخصية الحين فتحتوها مناحة. ما كنتوا ساكتين لما كنتوا موجودين، ما كنا نسمع لكم حس لما كان الخطأ يتكرر من أكثر من 10 سنوات. الخطأ يتكرر، وليش 10 سنوات؟ احنا أصلا بدايتنا غلط. من التسعينات احنا بدايتنا غلط، ما كنا جالسين نفكر. كل واحد يجي ويجيب معاه جيشه ويجيب معاه شلته وصايح الكاسر والرحماني. ما حد فيكم فكر. ما حد قرر انه لا بس خلاص وصلنا لهذه المرحلة من التخبط ويجب ان نفكر بعيدا عن الحسابات الشخصية وحساباتنا. كم راح احصل لما اجيب مدرب بالعقل؟ لاعب مهاري، انت محتاج مدرب يركز على المهارة، يركز على المهارة، يحرر اللاعبين. اللاعبين كانوا مقيدين في الملعب، مقيدين. لاعب مهاري تقيده بمهام اصلا هو ما يمارسها. وخلونا نرجع من البداية، أنا أول مرة أشوف مهاجم يعني لا يمتلك حس المهاجم، بدون ذكر أسماء، لا يعرف يوقف، لا يعرف يعني يتحكم بالكرة، لا يعرف يعني يتمركز مثل المهاجمين. من يعني مهاجم طول المباراة لا يفرغ مساحات للقادمين من الخلف ولا يعني يصنع فرصة ومصر عليه. جاب لي هدف في مباراة قوية مع منتخب قوي على عيني وراسي. بس لا تذلوا يعني عفوا للكلمة، لا تذلوا الجماهير بهدف. ذكرتوني بالكابتن مجدي عبد الغني اللي جاب هدف مصر، هدف واحد من أهداف مصر في كأس العالم 1990. طول هذيك الفترة وهو ذل المصريين على هذاك الهدف. بس خلاص، لا ويجيك واحد من المعلقين بدون ذكر أسماء يقولك والله المنتخب الفلاني يتطور والمنتخب العلاني يتطور والكرة ما أدري وين في شرق آسيا منتخب كذا كذا يتطور. وانت وين الحين؟ ايش موقعك من الإعراب؟ ايش عملت على اساس انك تطور؟ ايش الفكرة اللي قدمتها؟ ما في افكار، مجرد كلام نردده كالببغاء.
بعد نهائي كأس الخليج الأخيرة في العراق أنا نزلت فيديو، والكثير لامني والكثير قال كلام بطرد ما يقوله، لكن خلاص تعودنا أن الناس يعني تطبل الخطأ، تطبل لسوء النتائج ما دامنا أمورها ماشية صح. والأنكى أن البعض كان واقف في صف هذا الاتحاد ما دام الداعم موجود. أول ما راح الداعم انقلبت الآية وبدأنا نشوف تقارير وكتابات وفيديوهات تهاجم للاتحاد. قبل فترة كنت معه، بس لما خرج الداعم انقلبت الآية. كرة القدم العمانية ما راح تتطور، وهذه العقلية اللي راح وهذه العقلية اللي احنا نشوفها الحين، العقلية اللي لا تزال ترى انه الفرق الاهلية فرق الحواير اهم من الاندية وبالتالي اهم من المنتخب. قبل عدة سنوات خسرنا واحد من المهاجمين في منتخبات المراحل السنية بسبب انه هذا اللاعب رفض انه يلعب في دورة فرق اهلية، ولان كون رئيس الفريق الاهلي هذا كان في ادارة احد الاندية بالتالي رسل رسالة للاتحاد، واللاعب كان في معسكر وكان من حقه انه ما يروح يلعب فرق الاهلية، وهذا هو المنطقي. تم ارسال رسالة بايقاف اللاعب، وتم ايقاف اللاعب ايضا من ناديه ومن منتخبه، وخسرنا. وكم لاعب وكم لاعب، انا اذكر في 2015 او 2014 ضمن احد المعسكرات في للمنتخب الوطني الاول، كنت اتكلم مع احد اللاعبين بدون ذكر اسماء، ولو سمع هذا الكلام راح يضحك الحين. كنا جالسين نتكلم أنا وياه بعد التمرين، فيقول لي والله يا فهد أنه أحد الفرق الأهلية في ولاية معينة طالبيني أني ألعب معاهم. زين يا عم، أنت عندك معسكر منتخب؟ قال قلت لهم. فلاحظوا يعني إن كنت تدري هي مصيبة، وإن كنت لا تدري فالمصيبة أكبر وأعمق من ما تتصور يا عزيزي. المصيبة أعمق. وخلينا نروح لتصريح الأخ نائب رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم. على فكرة أنا أتفق معاه ترى أن الاتحاد ما مسؤول عن الجماهير، بس في نفس الوقت تعلموا يا جماعة، والكلام مش من للأخ نائب رئيس الاتحاد، للجميع، تعلموا متى تقولوا تصاريحكم. هل تعتقد يا نائب رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم إنه هذاك وقت هذا التصريح؟ في شيء أو في علم يسموه إدارة أزمات. أنا أتمنى الاتحاد العماني لكرة القدم من مجلس إدارة وجهاز تنفيذي وموظفين وجهاز فني وإداري للمنتخبات الوطنية يدخلوا هذه الدورة، في دورات مجانية حتى يدخلوا هذه الدورة، دورة إدارة أزمات، لأن واضح أن احنا محتاجين حد يفهمنا كيفية التعاطي الإعلامي الحقيقي مع أو الصحيح في ظروف معينة. لأن ما يصير اللي جالس يصير، اللي جالسين نشوفه احنا الحين، الناس غضبانة ويجيك واحد يقول لك لا والله احنا ما مسؤولين عن الجماهير. اوكي احنا ما مسؤولين عن الجماهير، بس على الاقل قل خيرا او اصمت. وللناس الغضبانين من هذا التصريح بالذات، ترى هذا افضل السيئين. كرة القدم العمانية محتاجة، مو بس كرة القدم، الرياضة ككل محتاجة
تغيير من يعني من الجذور حتى الأطراف، تغيير كامل، تغيير عقلية. ولا زلت مصر على أهمية وجود مسار أكاديمي في الجامعات العمانية لتدريس الإدارة الرياضية. احنا عندنا مشكلة في الإدارة الرياضية، عندنا مشكلة ومشكلة واضحة. ما اعرف متى ربنا يتوب علينا ونتخلص من هذه المشكلة. وبعدين لتصريح الأخ رئيس الاتحاد، أنا نفس الشيء أشوفه تصريح طبيعي، تصريح عادي يعني. حصان أسود كل واحد يتمنى أنه منتخبه يكون الحصان الأسود. ما أستغرب ولا أستغرب كمية الميمز اللي تطلع على قصة الحصان الأسود، لأن كل واحد، وأنا متأكد أن كل واحد فينا كان يتمنى أن منتخبه يكون الحصان الأسود، بس رئيس الاتحاد كان أشجع منه وقالها. أنا أعرف غيرني، أعرف يعني ناس ناس ثانيين في قرارة نفسهم يتمنون أن المنتخب يكون، بس ما عندهم هذيك الشجاعة لحسابات أخرى. يعني أنه والله لو أنا ما أريد أتصادم مع الجمهور، أنا ما أريد أفقد المميزات اللي أحصلها، أنا وأنا 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 عندي حسابات أخرى. وهذا الكلام يعني ما يحتاج أنه نفصل فيه، لأنه أنا وإنت عزيز المستمع نعرف هذا الشيء بوضوح كامل، كلنا نعرف هذا الشيء، فما محتاجين أن احنا ندخل في جدال يعني بيزنطي عن هذا الموضوع. وما دام جبنا طاري الجماهير يا جماهير يا حبايب قلبي، الله يعطيكم العافية، هذا أول شيء. ثاني شيء، ما راح أقول لكم يعني هارد لك وحظا أوفر والكلام اللي دائما تسمعوه، بس في نفس الوقت لا نرفع سقف طموحاتنا أكثر من واقعنا اللي نعيشه. ما نرفع سقف طموحاتنا أكثر وأكثر من هذا اللي احنا نعيشه، لأن لما نرفع راح نشعر بخيبة أمل. أنا شخصيا ما شعرت بخيبة أمل لأني توقعت اللي راح يصير. المؤشرات اللي أمامي كانت تقول وتدل على أنه مشاركتنا راح تكون في الروب العماني، بالفعل راح تكون بالروب. بس في النهاية ترى هذا بعد منتخبنا، في النهاية لازم نشجعه ولازم يعني نقف كلنا معه. بس لي عتب على الجماهير يا جماعة، أنا لما أروح أحضر مباراة، ما رايح أحضر مباراة كرة قدم، ما رايح أحضر بن علي فوق خيله ناقص اللي مجمر والبان ونقوم ننعش كنا في خيمة زار. يعني من خليجي 17 في قطر، يعني في 2004 لحد يومك، الله يرحمه الياوي، هذه كلها هزوجة، ولحد الحين ما في شيء مبتكر، كله كوبي بيست من أماكن متفرقة. يعني حتى في شيء يعني لنا 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 كجمهور عماني أول ما تسمع ما في. ما أعرف إيش مشكلتكم أنتوا مع التشجيع الحديث والتشجيع التقليدي، صاير تشجيعنا هجين للأسف. بس ما راح أكمل في هذا الموضوع، لأنه الجمهور اللي فيهم كفيهم، بالفعل اللي فيهم كفيهم. ونرجع للمنتخب، يعني ما أعرف من بطل الدوري، أقول بطل الدوري ما عنده ظهير أيمن يساعد المنتخب، معقولة الأندية اللي عندنا في عمان كم نادي وصلنا احنا ما اعرف من كثرهن،
معقولة ولا لاعب يسد الخانات النقص؟ معقولة ما عندنا مهاجمين؟ معقولة ما قادرين نشتغل انه نربي جيل كامل من يعني فريق بدأ بالتدريج من الفرق مثل الفرق اللي او المنتخبات اللي بدأت؟ يا جماعة يعني بالعقل، واذا انا غلطان صححوا لي هذه المعلومة، احنا الهداف التاريخي لمنتخبنا الوطني هو هاني الضابط، تقريبا 43 هدف، 43 هدف الهداف التاريخي لمنتخبنا هاني الضابط. متى اخر مرة لعب هاني الضابط للمنتخب الوطني؟ كانت في 2014 في كأس الخليج 22. تخيلوا الحين 10 سنوات. هو طبعا قبلها اعتزل او ابعد، المهم انه ابتعد عن المنتخب 2-3، وبعدين رجع في ايام بول لغوين ولعب هذيك البطولة، وبعدين ما شفناه، ولحد يومك ما حد كسر رقمه، كان قريب منه عماد، وايضا بعدين صار عبد العزيز المقبالي اقترب شوية وبعدين اختفى، والحد الحين الرقم صامد. يعني حتى احنا الهداف التاريخي لمنتخب عمان في كاس اسيا هو عماد، وشارك الحين محسن الغساني 3 اهداف. تخيل هداف تاريخي لمنتخب في بطولة ب3 اهداف. روح اشوفوا منتخب غينيا الاستوائية اللي خرج امس من كاس امم افريقيا، هدافه او هداف البطولة يمكن نسوي او ايش اسمه، كروم عمره فوق 35 سنة، يعني لو سجل ركلة الجزاء امس كان بيسجل 6 اهداف في بطولة واحدة، رقم قياسي. بطولة واحدة 6 اهداف او 5 اهداف، واحنا كم بطولة لعبوها الجماعة؟ فهذا دليل انه احنا عندنا مشكلة بالفعل في الهجوم، ومو بس عندنا مشكلة في الهجوم، عندنا مشكلة في كل شيء. للأسف ان احنا عندنا مشكلة في كل شيء، بداية من اكاديميات كرة القدم وطريقة اللعب. يعني انت المفترض الحين لما تجيب مدرب جديد او هيد كوتش جديد، مدير فني جديد، ما يجي الا وعنده خطة تطوير كاملة ومساعدي وكل اللي، حتى مدربي المنتخبات الوطنية اللي هي الفئات السنية يكونوا من نفس المدرسة ويصيروا بنفس الفكر، ونصبر عادي 4-5 سنوات، نصبر وصبر يوم ولا وجع دوم. يعني الواحد يتحسر بالفعل يشوف منتخبات مثل اندونيسيا واللي خسرت امس بالاربعة، ومنتخب طاجيكستان، منتخب فلسطين، ومنتخب يعني سوريا. ظروفنا افضل منهم، الله ييسر عليهم، والله يعني يخفف عنهم، ظروفنا افضل منهم، امن وامان الحمد لله رب العالمين، هذه نعمة من رب العالمين. عندنا الاموال موجودة، بس ما ناقصنا الا الفكر. احنا عندنا ازمة فكر. فيا جماعة ذهبت السكرة واتت الفكرة، فكروا صح والله يوفق منتخبنا. وانت تشرب قهوتك في فنجانك، تذكر انه ليس من المعيب ان تسقط، لكن الكارثة ان لا تنهض. طابت.
أوقاتكم.